الصحفي، وهو قد تحدث قبل يومين عن أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد ينوي حرق مقر حزب الوفد وإلصاق التهمة بالتيار الإسلامي. أستاذ أنيس أهلا بيك. أهلا بيك. حضرتك فعلا ذكرت هذا الكلام وتحدثت عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد سوف يحرق حزب الوفد وسوف يلصق التهمة بالإسلاميين. أولا أنا بحيي ضيفك، بحيي حضرتك، بحيي جمهورك العريض. شكرك يا فندم. بحيي كل الأمة اللي خرجت النهاردة علشان تصوت إما بنعم أو بلا، ونحن كما قالت القيادة السياسية مع أي خيار يريده الشعب. هذا واحدة أو هذه واحدة. أما الثانية فلقد تقدمت يوم السبت الماضي، أي منذ 8 أيام، وأربع بلاغات رسمية للسيد النائب العام، وهي بين يدي الآن تحمل أرقام 44 رقم 75 و76 و77 للسيد النائب العام بلاغات. ولقد قلت أنني حضرت بنفسي اجتماع خطير جدا بين السيد البدوي ونجيب ساويرس، وأن هناك مؤامرة لاغتيال الرئيس مرسي، بل أن هناك 6 أشخاص آخرون منهم هذا الرجل الدكتور الموقر الجالس معك الآن دكتور محمد الفلتاجي، والسيد المرشد الدكتور بديع، والدكتور سعد الكتاتي، والأستاذ الجليل صبح صالح، والمهندس خيرت الشاطر. وقلت هذا رسميا بأدلة بوقائع بحقائق قدمت إلى السيد النائب العام، بل وتكلمت أيضا في بلاغي. طيب حضرتك استاذ انيس ينوي اغتيالهم او بيخططوا لاغتيالهم، استاذ انيس. نعم. استاذ انيس لو سمحت، يعني حضرتك بتقول ان لديك ادله ولديك اثباتات على انه تم التنسيق. نعم. بين طبعاً. السيد البدوي رئيس حزب الوفد طبعاً. والسيد نجيب ساويرس على اغتيال طبعاً. هذه القيادات، ما هي تلك طبعاً. الدلائل؟ يعني احنا عايزين برضو نعرف والساده المشاهدين يعرفوا من اين اتيت بهذه الدلائل، وما هذه الدلائل او الاثباتات. أنا حضرت بنفسي، والأمر في النهاية على مسؤوليتك الشخصية. طبعا على مسؤولياتي، وأقول لك لقد قدمت. ومعاه الدكتور بلتاجي، لو حب الدكتور بلتاجي يتدخل معك أيضا. لا هو بيقول حضر اجتماع. أهلا به. لكن أنا أقول لك أيضا لأنني معي في نص البلاغ ما يلي، أن نجيب ساويرس نصا قال بأنه يريد أن يحرق وفقا لتخطيط أقر به وقاله أمامي بعض الكنائس والمواقع الكنسية حتى تنسب للإخوان. فحينما يأتي اليوم حريق حزب الوفد أو غيره، إنما هي مخططات، وإنما هي أوهام، وإنما هي أرجاس وأدناس خطة لها لكي تحدث فتنة في هذا البلد الآمن، ولكي تنسب إلى الإخوان. ولقد قلت ذلك قبل وقوعه ب8 أيام، وبيننا الفيصل هو البلاغ الذي قدم للنائب العام وقدم أيضا للسيد الرئيس يوم الخميس. وعلينا أن نقف وقفة بعيدا عن المصطلحات السياسية، فلأنني أختلف مع ما يقوله الدكتور جليل محمد البلتاجي من توصيف قامات سياسية، قامات موقرة، أسماء سياسية. كل عصر هذه الأكاذيب انتهى. لا يجب أن نسمي مسميات بغير مسمياتها الحقيقية. إن مصر تتعرض لخيانة ولعمالة، وقلت ذلك وأنا أعيه ومسؤول عنه، وقدمت به بلاغات رسمية، ومستعد أن أواجه به الجميع. إن مصر تتعرض لمجموعة من الخونة والباعة، أقول ذلك وأوقف عليه بدمي فصلة عزاز، دعونا من الكذب. مصر لا تتحمل كذب، لا تتحمل تمثيل، لا تتحمل مسرح، لا تتحمل منتفعين، لا تتحمل كذابين والأفاقين. كل هذا يجب أن ينتهي. كل هذا يجب من مصلحة رجل الشارع البسيط، من مصلحة العامل، من مصلحة الفلاح، من مصلحة الرجل البسيط، أن تنجو مصر من هذه الأزمة، وأن يخرجوا باعة الوهم ودجاجلة التاريخ الذين تلملموا وتجمعوا الآن بعد أن كانوا مشتتين، بعد أن كانوا يتناطحون فكرا، أصبحوا الآن يتكلمون كأنهم على قلب رجل واحد. كيف هذا؟ طب استاذ انيس، استاذ انيس عشان نكون اكثر واقعيه، يعني هل هذا المخطط اللي حضرتك بتتكلم فيه يشترك فيه السيد الدكتور السيد البدوي، وهذا كما قلت على مسؤولياتك الشخصيه، الدكتور السيد البدوي والسيد نجيب ساويرس فقط، ام هناك اطراف اخرى تشترك في هذا المخطط؟ هناك اطراف اخرى، هناك اسماء واسماء. زي ايه يا استاذ انيس؟ زي مين يعني؟ رضا ادوارد وحمدين طباحي ومحمد البرادعي
وكل هذا وعمر موسى واحمد الزين اللي كان الاجتماع الثاني الذي حضرته في نادي القضاء. لا 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 لا، الامر امام النائب العام، وانني من هذا المنبر الموقر وطالب السيد النائب العام بان يحقق في هذه البلاغات، واعلمه الان انني قدمتها لرئاسه الجمهوريه يوم الخميس، وقدمتها الى اولي الامر ولاصحاب الشان، وانا ارضى واعتقد واؤمن ان السيد النائب العام رجل صادم، وان عليه ان يفتح هذه التحقيقات لكي تحسم القضيه. وانا ذا امامكم موجود هنا بينكم اطالب بفتح التحقيقات الرسميه للوصول الى الحقيقه ومعاقبه المجرمين الاثمين. طيب المسألة الإعلامية في هذه الأزمة، يعني نحن تحدثنا عن أو تم التحدث عن أن هناك اعتداء على مقر الحزب، حزب الوفد، وتم الترويج له إعلاميا والحديث عنه إعلاميا. هل هذه المؤامرة التي تتحدث عنها وهي على مسؤوليتك كما أؤكد، هل تشترك فيها أطراف إعلامية؟ هل الإعلام مشارك في التغطية على هذه المؤامرة؟ لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. وحضرتك عندك أدلة على ذلك؟ عندي أدلة، عندي أنا شاهد رؤية، وعندي شهود رؤية آخرين، وهناك أشياء وأشياء. فقط نبدأ التحقيق ونفتح كي تتكشف هذه المؤامرة. كيف هذا اغتيال رئيس الجمهورية، اغتيال القيادات كبيرة، الركون بالبلد الكبير العظيم؟ طب اذكر لي حضرتك معلش القيادات التي تحدثت عنها وتقدمت وكتبت ذكرتها في بلاغك، اذكر لي هذه القيادات مرة أخرى. مرة أخرى الدكتور محمد بديع المرشد، اثنين المهندس خيرت الشاطر، ثلاثة الدكتور محمد البلتاجي، أربعة الدكتور عصام العريان، خمسة الدكتور سعد الكتاتني، أخيرا الأستاذ صبحي صالح. طب يعني لماذا هم كلهم من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؟ لأن خصومهم يريدون أن ينهون هذه القضية في اعتقادهم، وأن هؤلاء هم أهل رجال المرحلة، وأن هؤلاء هم الذين يحكمون مصر الآن، وأنه يجب أن ينتهي الإخوان لكي يخرج هؤلاء إلى الحياة وإلى النور وإلى العمل السياسي، لأن في اعتقادهم أن الثورة قد سرقت، وأننا نعاني في وسط ويلات الإخوان المسلمين، وكيف لشرع الله أن يحكم، وكيف تقام دولة إسلامية على أرض مصر. إن محمد الفرادعي يعترض على المادة الثانية، ويريد أن يحول مصر إلى شرق أوسطية وليست إلى دولة شرعية إسلامية. نعم الأستاذ. نعم. أنيس الدغيدي الكاتب الصحفي ومقدم هذه البلاغات ضد رموز من النخبة، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور بلتاجي، طيب قبل ما حضرتك تعلق معنا، أحمد عبد العليم مراسل مصر
طبعا انا سعيد بحضور حضرتك ليا في وزاره الداخليه واهتمامك بالامر، وانا الحقيقه التقيت اكثر من ساعتين الا ربع للمسؤولين في وزاره الداخليه، هم تفهموا الموضوع والحقيقه حسوا بحزن وشجن نفسي كبير جدا جدا شخص الوزير او كبار قياداته، والحقيقه كان جو من الشجن ومن الحزن ومن الكآبه لدرجه ان هناك دموع خرجت في الجلسه. كيف نصل الى هذا الامر في مصر؟ وكيف وصل الامر بان احد ابنائها واحد كتابها واحد المهتمين بامر الثقافه والفكر والكتاب فيها يصل الامر الى انه يقدم استقالته من بلده من مصر الى ان يتخلى عن جنسيته وعن جلده؟ هذا كان ازمه شديده جدا جدا جدا، كان ازمه نفسيه الحقيقه مش اكتر من السيد الوزير. مصر بالفعل هي دوله، هي وطن، وهي بلدك، وهي عرضك، وهي شرفك، وهي موطنك، وهي موئلك، وهي موئلك. لكن كون ان توصلك القياده السياسيه الى ان تتخذ مثل هذا القرار بالفعل، وانا جاد فيه وجازم ومؤكد انه قرار نهائي لا رجعه فيه، وقد حاولت معي القيادات الداخليه على راسها معالي الوزير ان يبقى فيها اقناع عن موقفي، وانا يستحيل اتراجع فيه. وهم وعد الحقيقه معالي الوزير وعد انه لازم يتناقش مع رئيس الجمهوريه في الموضوع، لان ده قرار سياسي ما قدرش يتخذه بمفرده. فالذي حدث انني اتخذت هذا القرار لكي ادافع عن مصر كما قلت لحضرتك قبل التصوير والتسجيل، انني ان هناك مستشارين كثيرين لمرسي قد استقال، وهذا يعتبر استقاله من الوطن واشد انواع الاستقاله، هي ليست اقاله او استقاله من منصب. وبالمناسبه ليس معي جنسيه اخرى، ولن يكون، لن اقبل اي جنسيه، لا جنسيه امريكيه ولا جنسيه بريطانيه. ومن هنا من خلال حضرتك ادعو كل المصريين كما قلت في بلاغي الذي قدم الان لوزير الداخليه، ادعو كل المصريين ان يحذوا حذو في هذه الفكره لكي يكون هذا هو الخط الفيصل بيننا وبين هذا النظام حتى يسقط ويتهاوى ويسلم تسليما نهائيا من يحذو حذوي ويتنازلوا ايضا عن جنسيتهم، يا اما ان يحكموا حتى لا يحكموا احد. يعني ماذا لو ان كل المصريين قالوا شكرا احنا مش عايزين الجنسيه دي طالما انتوا بقى فيها؟ هم بقى خلاص مصر بقت بتاعتهم هم، هتبقى فضيحه سودا. وقتها سنتدخل العالم كله لكي يوازن هذا الشعب العظيم، وما اعتقدش ان يبقى عندهم، رغم ان هم عندهم استطاعه يقبلوا ان مرسي يحكم بس 5-6 في اصل الاتحاد، لانه مغيب عن الصوره، يعيش في واقع غير الواقع وفي دوله فيما يبدو غير الدوله. فبايجاز شديد ادعو كل المصريين للانضمام الى جبهتي، جبهة الجنسية أو الإخوان، إما أن تكون لنا جنسية مصرية وإما أن يكون هناك إخوان، لن نرتبط بجنسية مصرية في ظل وجود هؤلاء في السلطة. معلوماتي ان هو خد منه التنازل، هو الاعلامي والصحفي الاستاذ انيس الدغيدي. معايا الاستاذ انيس؟ معاك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك تعتبر اول مواطن يقدم تنازل لوزير الداخليه عن الجنسيه المصريه. اه تمام. طيب قول لي بقى ايه اللي حصل وليه؟ طبعا اولا انا بحييك وبمس عليك. الله يخليك. ومواقفك المحترمه. ربنا يخليك يا استاذ. هو الحقيقه انا اتخذت موقف بالتنازل عن الجنسيه المصريه، وده شيء طبعا يعني انت ما تقدرش تطلق امك ولا امك تقدر تطلقك. صحيح. لكن الانسان ممكن يختلف مع مراته يعني بالوفقا للشريعه فيحدث خلاف. صحيح. لكنك لا يمكن ان تختلف مع امك ابدا ويصل الحد الى قطيعه تؤدي الى ان انت ما تبقاش ابنها. صحيح. ولا العكس. صحيح. انت راجل صاحب فكر ووجهه نظر ومتربي وعلى وعي. فحينما تكره على هذا القرار العنيف القاسي، اذا هناك قوه قاهره اكبر واضخم
تضطرك وتجبرك على هذا القرار. تمام. في الحال اتخذت هذا القرار لكي أؤكد أن المعركة الفاصلة يعني بيننا كناس بنعتقد أن احنا ناس شرفاء وبنؤمن بحب هذا الوطن لكي ندافع عن تراب مصر مما يفعله الإخوان المسلمين وعلى رأسهم مرسي ومجلسه وحزبه وجماعته وكل الذي يحدث الآن. إنما هو يعني شيء رهيب جدا 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 من السلوك المخزي من الإدارة المتخبطة من اللاوعي من السلوك المقزز من مفيش تطور قيادي صحيح. انا بالمناسبه ايدت مرسي وانا اخر حد كفر بمرسي انا اخر حد في طوابير الكفر بمرسي كفرا بواحا وكنت معهم الى اخر ايام قليله اؤيد وادافع وقلت نعم للدستور وانا شايف قرار القانوني وان الدستور فيها مواد كتيره جدا جميله ومحترمه ولذلك قلت نعم واخترنا الراجل لان الاخ اللي كان بيكلمه دلوقتي بيقول لك ان هو من حقه يختار زي ما هو عايز هو حر احنا ما بنحكمش على حد لكن احنا اضطرينا نوافق على الاخوان على كراهه لان احنا كنا ما بين امرين وانت تدري عارفين ما بين انك ترجع لنظام قديم يستحيل يرجع وعلى جثث المصريين انه يرجع هو واتباعه مبارك او اتباعه او اولاده او احفادي او زبانيتي او اصدقائي او فرقائي وبين الاخوان المسلمين اخترناهم انا ومحمود سعد ومش عايز اقول وانت وكل المثقفين اللي اهتموا بالمساله قلنا يبقوا هم اولى على اساس ان وهم خدوا 5 مليون زي ما انت عارف هذه ال 5 مليون اللي خدوها في الاول منهم 4 مليون اخوان ومليون قالوا الناس الطيبين يمكن بتوع ربنا يودونا في الخير ده ما فيش 4 مليون اخوان لا ما انا بقول لك ما فيش ده انا خليها مجازا يا محمد بيه طب قول لي يا وزير الداخليه قال لك ايه لما قدمت له التنازل والوضع القانوني ايه في الحاله دي انا النهارده انا الحقيقه انا قعدت الراجل النهارده الحقيقه لمعالي الوزير اولا هو راجل فاضل اولا عشان يبقى في الصوره ومعوش اخوان عشان نبقى واضحين جدا الراجل مش اخوان ابدا والراجل يحاول ان هو يعني يعمل حاجه للبلد دي والراجل كان يعني الحقيقه انا التقيت بالاول بسياده العميد سامح عبد اللطيف وبعدين طلعت قابلت مدير مكتب الوزير السيد اللواء ايهاب ابو زيد لان السيد الوزير كان خارج المكان ولما علم بوجودي اكد على اني لازم اطلع وفي مكتبه وابقى موجود وان لازم يعني وكان حزينا على ان هو ما قدرش يتكلم معي فيس تو فيس وأبدى مشاعر حزينة جدا وكل الموجودين قالوا أول مرة تحصل نصف مصر في الكون إن حد يتنازل عن جنسية لخلاف سياسي قلت لهم ده مش خلاف سياسي ده انهيار دولة لما مصر تقع وبتنهار نظرا لسوء إدارة وتخبط ومجرد مجموعة متطاولة متطاوسة بتتصور إن هي تستطيع إنها يعني تحقق ما تشاء وتقضي ما تشاء وتفقد اصدقائها وتفقد كل شيء لمجرد انها بتتصور نفسها طيب انا المبررات فهمها يا استاذ انيس انا بتكلم على هل وزير الداخليه من حقه ان يمنح الجنسيه لكن انه يوافق على التنازل دي انا عايز اعرف الوضع القانوني بتاعه تمام انا قدمت الطلب رسميا والوزير الداخليه بنص القانون هو الوحيد الذي يستطيع ان يقول نعم او لا ثم رئيس الجمهوريه مفيش شخص ثالث في مصر يملك يقول ده فقالوا لي ان احنا بناء على كلام السيد الوزير لا نستطيع ان احنا نبت في الامر الا الرجوع للجهه السياسيه والسياديه فهم هيرجعوا لرئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه طيب هفترض ان هم وافقوا هل هتحصل على جنسيه ثانيه تطلب اللجوء السياسي لمكان ثاني؟ انا ما عنديش جنسيه ثانيه يا استاذ محمد انا ليس لدي جنسيه اخرى ولن احصل على جنسيه اخرى بل دعني افاجئك الان أنني أعد الآن لمؤتمر صحفي كبير سأحرق فيه جواز السفر والرقم القومي ولن أحصل على جنسية أخرى في حياتي إلا جنسية مصر حين يخرج محمد مرسي من قصر الاتحادية والإخوان من حكم مصر طب أنت كده مش هتعرف تسافر ولا تيجي ولا تروح لما يعني مش عاوز أسافر أنا مش عايز أسافر ولا عايز أروح أنا عايز أنا كل اللي يعنيني الآن أنني موجود في هذه البلاد موجود في هذا الوضع وقد أسست جبهة حدثني كثيرون وانضموا إليها جبهة الجنسية
او الاخوان، اما جنسية مصرية واما اخوان. انا اتصل بيا مصريين من السعودية ومصريين من الولايات المتحدة الامريكية. يعني انتوا هتعملوا ائتلاف التنازل عن طبعاً الجنسية المصرية طبعاً مقابل طبعاً جنسية الاخوان. طبعا انا اسست هذه الجبهة على ان اما ان نتخلى جميعا عن الجنسية. طيب. وعايز اقول لك يا استاذ محمد، هذه المعركة الاخيرة للاخوان وهذه المعركة الفاصلة، وكل ما كان يحدث انا اعتقد ان هو كان شبه معركة، انما المعركة الفاصلة حينما نكون مجموعة كبيرة تصل الى عشرات او مئات الالاف وربما مليون او اكثر، تهدد بان هي لا تريد اي جنسية ولا تنازل عن جنسيتها المصرية. هذه معركة غريبة من نوعها لم تحدث على كوكب الارض. طيب احنا عموما هنستنى لما تعمل مؤتمر وهنتابعك ونستضيفك عندنا لنتابع هذا. اسمح لي من خلال حضرتك، انا بدعو كل الشرفاء اللي الذين يريدون ان يصعدوا الخلاف والامر الى اعلى مستوياته والمعركه الى ذروتها بان ينضموا لنا، واحنا تليفوناتنا معروفه واحنا معروفين وجهتنا، كل ده من اجل فعلا تحرير مصر مما يحدث فيها الان. لن يعني ينام لنا دف حتى تتحرر مصر الان من هذا التطاوس والتطاول الذي يحدث في حق مصر ونهب السلطه. بشكرك جدا استاذ انيس الدغيدي، وده يمكن زي ما واحد اول توكيل لشفيق اداره شؤون البلاد الاستاذ انيس الدغيدي اول واحد يتنازل عن جنسيته المصريه، وبيقول ان هناك كثيرين طلبوا نفس الطلب، ويعني هيعمل مؤتمر صحفي يعلن فيه ذلك. وده وسيله من وسائل الضغط، يعني دي احدى اشكال الاحتجاج على زي ما بقول التطاوس، يعني تعامل بنوع من الغرور الطاووسي مع الاخرين. وفي مقابل
يعني ليه انا بقول الحكايه دي؟ ان في 6 اكتوبر 73 كان كبير طبعا بس 3 اكتوبر كنت قاعد الساعه 2:05 كنت بتغدى وبعدين جت بسم الله الرحمن الرحيم بيان عسكري رقم 1 نجحت قوتنا المسلحه في عبور قناه السويس ورفعت علم مصر مش عارف فين. قلت له ما صدقتش بكيت طبعا لاني كان نفسي كنت بكيت وسجدت وتاثرت للغايه لان لو الكلام ده جت حتى قتل بس نفسي كنت تخيل الشعور بصراحه. وبعدين طلع الكابتن محمد صحيح مني شريف لا من مونت كارلو ولندن كان مونت كارلو بتقدم بانوراما بالليل ولندن يعني في النهايه لم تعد تثق في مصادر الاعلام يعني ليه انا بقول الحكايه دي؟ انه في 6 اكتوبر 73 كنت انا كبير طبعا خلصت ثانويه كنت في كليه وكنت قاعد اكل الساعه 2:05 دي كنت بتغدى انا وواحد صاحبي وبعدين لقيت لك بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم بيان عسكري رقم 1 نجحت قوتنا المسلحه في عبور قناه السويس ورفعت علم مصر مش عارف فين. قلت له لا ما صدقتش ساعتها بكيت طبعا لاني كان نفسي يكون جد بكيت وسجدت وتاثرت للغايه لانه لو الكلام ده جد هبقى كويس قوي بس نفسي يبقى جد متخيل الشعور صحيح. وبعدين تاكدت ان الخبر صحيح منين؟ من اورشليم لا من مونت كارلو ولندن كان مونت كارلو بتقدم بانوراما ليليه ولندن كان يعني في النهايه لم تعد تثق في مصادر الاعلام المصري. رسام خلينا ندخل في كلام حضرتك مع الصحف بعد الافراج مباشره. هتكلمت تحديدا انا هتكلم على موقف الاخوان من الدكتور برادعي والجبهه الوطنيه للتغيير. ايه موقفكم تحديدا؟ ايه اللي انتم مفكرين فيه المرحله الجايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما دام دخلنا في الاسئله انا شاكر انك بدات بهذا السؤال. واضح تماما ان الاخوان دعوا الى اللقاء اول لقاء للدكتور محمد البرادعي وشخصيه مرموقه ويتمتع بحس وطني، الناس كلها اجمعت على ان راجل في سنه كان يمكن ان يجلس في بيته او يجلس في الخارج ويستريح
ولكنه جاء إلى وطنه أراد أن يقوم بجهد في الإصلاح من أجل دفع عجلة التغيير نحو الأفضل. الإخوان دعوا ولبوا الدعوة وحضروا ثم شاركوا لما اختير الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في الأمانة التنسيقية للجمعية الوطنية للتغيير. احنا موجودين جزء من هذه الجمعية، لا نسيطر عليها ولا نريد أن نكون الجزء الأكبر فيها، نريد أن نكون مشاركين مع كل الأطراف الفاعلة وكل الشخصيات الوطنية التي اتفقت على قاسم مشترك نحو الإصلاح والتغيير. ده دأبنا، ده سلوكنا مش النهاردة. لو تذكر الأستاذ عمرو والناس كلها تذكر أن احنا كنا مع الأستاذ الدكتور عزيز صدقي، ولكن حضرتك قلتوا ان انتوا هتكونوا مع البرادعي لتغيير الدستور ولكن لن تكونوا مع البرادعي لمساندته للرئاسة. احنا اللي اعلنا عليه تحديدا اننا لن يكون لنا مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة لو حتى اتيحت لنا الفرصة ان يكون لنا مرشحا، ولا هتسندوا حد. لا احنا قلنا يعني اصوات الاخوان لن تذهب لمرشح للاخوان، ولكن ممكن زي الانتخابات اللي فاتت يتم توجيه اصوات الاخوان لشخصية انتم بتسندوها. طبعا طبعا. ويمكن تفتكر الحزب الوطني في انتخابات 2011 هيرشح مين للرئاسة؟ انا اعتقد ان المرشح الاوفر حظا بالنسبة للحزب الوطني والسيد الرئيس، وانا ادعو الرئيس مبارك وهو عانى المرض الان مؤخرا ان يصدر عفوا رئاسيا عن المهندس خيرت الشاطر وعن الخمسة اللي هم موجودين، لان ده هيسلك صدر هؤلاء الاسر، لان احنا فعلا يعني اتظلم هؤلاء في هذه القضية ظلما بينا. هل المهندس خيرت هو فعلا مرشد الجاي وان الدكتور بديع يعني في مرحلة الحين خروج المهندس خيرت الشاطر؟ هل ده كلام واقع داخل الاخوان؟ لا يمكن، الاخوان لها مرشد واحد وهذا المرشد هو الدكتور محمد بديع، وانا الله يوفقه، وانا بضم صوتي مجددا الى ان نفسي تضم صوتكم وتعملوا من اجل الافراج عن كل المعتقلين اولا، وبالذات المهندس خيرت الشاطر والمهندس والاستاذ حسن مالك والمهندس احمد شوشه والاستاذ. لا ربنا كبير ان شاء الله. دكتور عصام شكرا. دكتور عصام العريان شكرا ليك. وهذا هو عصام العريان قبل العوده للسجن مره اخرى.
ولكن في مصر اتنين بس بيشتغلوا سياسة، يعني اتنين فقط، صفوة الشريف هو السياسي الوحيد والأول في مصر، فاروق حسني نص سياسي، لا يوجد سياسي في مصر إلا صفوة الشريف، هو الوحيد اللي بيشتغل سياسة بجد. بتحب الرئيس مبارك؟ ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك، بالعكس أنا أحبه وأقدره، وهو بمقام الرئاسة وب 28 سنة حكم طبعا موضع محبة، يعني موضع محبة واحترام وتقدير، هو رئيس مصر. بتحب الرئيس مبارك؟ ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك، ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك. حفظ الله هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى. هذا الرجل حافظ على مصر. الرجل الكبير في هذا البلد الرئيس محمد حسني مبارك بطل حقيقي، حقق لمصر عزة وكرامة. هذا الرجل الكبير أعطى من سنوات عمره محبة وإخلاص لهذا البلد، أنه يستحق وبالفعل له رصيد من عنده. أنحني للرئيس مبارك إحناءة للرجل الذي اتخذ هذا القرار التاريخي. الرئيس نادى بسيناريو عقلاني وتجنب سيناريو الفوضى الكارثية والانقسام والفتنة. نحترم موقف الرئيس مبارك انه يقف، وهكذا يجب ان تكون علاقة الرئيس بشعبه. الرئيس رجل بيؤدي عمله. لا لا لا، يعني لما بتقعد انت ملاحظاتك رجل يعني ايه اللي بتشوف، يعني ملامح شخصية الرئيس؟ رجل متواضع، رجل بيستمع جيدا، رجل في البساطة الريفية يمكن أن تقول، يعني بتحس معاه بالألفة بسهولة. أنا على الولاء بقول له حقك عليا يا علاء الأنصار، بقول لك أنا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم. نحترم موقف الرئيس مبارك انه يقف. هذا الرجل حافظ على مصر. هذا الرجل حافظ على مصر. عموما الأستاذ إبراهيم عيسى سمعته قبل قليل يتكلم عن تناول التاريخ الإسلامي، يقول ده مش كيمياء، يعني الدعوة بسيطة، يعني مش افتح الكتب وانتقد، وانا بس لي المؤلفين والكتاب اللي بتاع الكتب هنسمع. مفيش اي عدد سبيل يفتح الكتب. يا ابراهيم يا ابراهيم لا بوضح يا ابراهيم. ايوه هنسمع بعض. اتفضل فندم. انا هسيب لك المجال بس انا اكمل بس وجهة نظري. اتفضل. انا اذكر اني تابعت برنامج الاستاذ ابراهيم عيسى على قناة دريم قبل سنتين تقريبا في رمضان، تذكره جيدا يا استاذ. طبعا. كان يتكلم عن شخصيات الاسلام وكذا، فكنت يعني انا ما اعرف وقتها، ما كنت اعرف الاستاذ ابراهيم عيسى. كان يستشهد الاستاذ ابراهيم وهو ينظر لنا عن الصحابه والخلافات وكذا، وانا مشدود واستغرب حقيقه من بعض التناقضات اللي جاءت. المهم فكان يستشهد بكتاب وهو من امهات كتب التاريخ الاسلامي، اسمه كتاب اسد الغابه. اسد في اللغه العربيه مجموع اسد. فالأستاذ إبراهيم عيسى كان في حلقة من حلقات أنا قلت أسد الغابة، وكان خطأ
تراجعت عنه. ايوه هيكمل يا استاذ ابراهيم، هيكمل الراجل كلامه. انا بكمل له عشان يختصر وقته وجهده. لا يا فندم معلش، هو له الحق انه يكمل الاخر. استاذ ابراهيم عندك شيء من يعني تفضل تفضل. انا اخوك يعني مهما كان يعني نتقبل. تفضل. انا اضيف على معلومات استاذ عبد العزيز. حكم الله يسلمك. انا سامعك والفيديو عندي بسجل. تفضل. بس هقول لك حاجه، ذكرت اسم كتاب تستشهد لنا به وكأنه يعني المسلمين لا يقرؤون وأنت الذي تقرأ، وعنوان الكتاب لا تعرف إيش عنوانه. صحيح. أمر ثاني، ذكرت في تلك الحلقات أشياء يعني يرضى الإنسان اللي ما له علاقة بالتاريخ أن يذكرها، وتكلمت مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قلت أنه عن بعض الشخصيات في التاريخ أنهم كانوا يغنون وكانوا يحرم شيخ الإسلام الغناء، وهذا لا شك كان يحرمه. فأنت قلت فرح في السكة مكفر الراديو ومكفر مكفر من يا راجل. يعني احترم عقول المشاهدين، لأنه أيضا كما وجد الكتاب معك، الكتاب موجود معانا، ما كفر كتب. كيف يعني أنا أصدقك وأنت عنوان كتاب ما تعرف تقرأه؟ عنوان الكتاب مش عارف تقرأه يا أستاذ إبراهيم. اتفضل يا استاذ رفيق. 70% اللي هم مش عايزين يعرفوا الحقيقه. لو سمحت يا استاذ ابراهيم لا تسخر من الجمهور اللي بيتكلم. تسخر ايه انت؟ ده جمهوري انا. انت بتتكلم يا استاذ ابراهيم. يا استاذ ابراهيم انت اللي بتستخف بالكلام كله. انا ما بستخفش بالكل، انا بستخف بالجمهور. يا جمهوري انا. انت بتقول ان هم دول الناس. انا بقول لك هو ده الاستخفاف ان شاء الله. شاورنا على الاستخفاف كده يا اخي. انت لسه قايل جمله حالا بيك يا فندم. ما الجمهور انت لسه قايل ان هم دول انا احب ان استخف يا استاذ ابراهيم. خلينا عليك بقى نستخف يا استاذ ابراهيم. ما انت قلت هم دول ال 70%. ايوه ده ايه بقى احترم ال 70%. بس شويه والنبي عند الجمله اللي انا قلتها. المسلحة القادرة على رد أي اعتداء على أرض الوطن، وبها خير أجناد الله في الأرض، لكنهم
الغزو سوف يكون ثقافي هذه المرة. الغزو سوف يكون بأنواع متعددة باسم الإصلاح وباسم الديمقراطية، ويتغنون ويتشدقون بالديمقراطية الغربية وإلى آخره. حسان السبب اللي وصلنا نص دقيقة تاني من سبب الدين عدلي. أطالب كل من الأحزاب السياسية والجبهة برأس الأمين يا عم سبب اللي وصلنا وأشكره على هذا الجهد المعد له إعداد جيد. لم نأخذ الدكتور أبو شادي فقط كدليل لنا على أن ما يقوم به المناطق من أعمال في مصر نحن نسميها فوضى خلاقة. فوضى خلاقة، إن تعديل الدستور وهو رجل قانون يعلم له طرقه ومسالكه ومذاهبه. أما أنه يذهب إلى جمع توقيعات هذا حدث أيام سعد زغلول فقط عندما كانت مصر تحت الاحتلال الأجنبي، فمصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لو طلب مني الأستاذ علاء العظيم التجاوز في الوقت ساعات لسمحت له، لأني شعرت بنفسي وروحي تتحدث، وشعرت أن هذا الرجل يتكلم لحب مصر ومن أجل مصر وليس لصالح أحد. فشكراً للأستاذ علاء عطور لكاتب الصحفي، وأنا أستسمح أخي وزميلي اللواء عادل الألة أن يتقدم الأستاذ أنيس التغيدي عنه بالكلمة. أستاذ عادل الألة رئيس حزب مصر العرب الإسلامي. الأستاذ أنيس التغيدي فلا تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم سياده اللواء عادل محبتي في قلبي، وانا الحقيقه ساحاول ان اوجد الوقت كثيرا. بدايه يجب ان اشكر سياده اللواء سامح جادي، يجب ان اشكر الصديق الحميد السيد احمد جبيلي، يجب ان اشكر هذا الحشد الهائل الذي حضر. لكنني تساءلت في الحقيقه عن تهمة تلحق بهذا الجبهة الذي جاء، تهمة قيل بأن هؤلاء يعملون لصالح النظام. والحقيقة علي أن أوضح شيء، لم تربطني صفة أو سمة علاقة، ثمة علاقة من نوعها لا بالسيد ذات اللواء سامح جادي ولا بكل الحضور ده، إلا علاقة الود والحب دون لقاءات أو معرفة. تساءلت وأجبت من نفسي أو أجابتني نفسي أو الوقائع. بعد ذلك تسألت عن هذا الرجل الذي دعاني إلى هذا اللقاء ودعاني إلى أن أنضم إلى هذه الجبهة، وأقول بأنني أنيس الزغيدي فحسب، لست منضويا تحت أي حزب من هذه الأحزاب الموقرة. أحزاب موقرة، ثمانية أحزاب هي ثلث الأحزاب المصرية التي على الساحة، 24 حزب يجتمع ثلث الأحزاب على ضلالة بتبقى كارثة. 8 أحزاب سياسية على رأسها حزب كما تفضل سيادة اللواء وقال حزب له تاريخ بقيادة العزيز الذي يعد في رأيي وفي رأي الباحثين وفي رأي من ينقبون في بطون الكتب و أمهات الأحداث. هذا الرجل الفاضل الأستاذ حلمي سالم، وهو أحد صناع الدبلوماسية والسياسية والحزبية على موائد البحث والتخصص، فتحية لهذا الرجل. ما جئت لأكيد مستحال، لكن جئت لأضع استفهام، هل هؤلاء الناس متهمون في وطنيتهم لحساب النظام؟ أقول لكم بأن أنيس الدغيل الكاتب والسياسي هو أجرأ 3 مرات مشروع الأمل. هاجمت الرئيس مبارك، كتبت مقالات عنيفة شديدة، قلت له في مقالي في صوت الأمة كلكم تعرفونني، قلت كيف اشترى الرئيس
مصر العلوم بنصف مليار جنيه، احدثت ضجه وثوره، قلت مجوهره وفساتين سوزان مبارك من اين؟ قلت هذه هو بزنس جمال مبارك والوليد بن طلال، لست امينا لاحد. مبارك القائد العسكري العملاق الجنرال، اختلف مع الرئيس مبارك السياسي، هو سمح لنا بهذا وسمح او لم يسمح انا ارى هذا، فنحن لسنا عملاء للنظام. حينما دعاني هؤلاء الرجال الافاضل الذين هم قطعه من كبد السياسه وهذا قطعه من كبد وطنيه مصر في 6 اكتوبر، احد رجال اكتوبر احمد جبيلي مع حفظ الألقاب القائم الحزب الكبير الشاب اللي أصغر مني بسنة، هذا الرجل المناضل صاحب تاريخ صحفي، خمس إضرابات صحفية واعتصامات صحفية في نقابة الصحفيين، من فعلها من نجوم وسطرات الصحافة الكاذبة في مصر؟ لا أحد، إنه أحمد جبيلي، إنه سامي حجازي، إنه حلمي سامي، إنه عزيزي، أيها الإخوة، لسنا عملاء لأحد. أحمد جبيلي وقف هنا وقال أنا ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء. أي أعمال؟ هؤلاء الذين يتهموننا بهذه الاتهامات جانبهم التوفيق. ثم أما بعد، ليعذرني العزيز يا ابن اللواء سامح جاسم، أقول لكم لقد تساءلت هل يمكن أن يجتمع كل هذا الحد ضد الدكتور البرادعي أو ضد شخص واحد أو ضد مؤسسة أو ضد تصور أشخاص أو هيئات حزبية أو أشخاص مفكرين أو صحفيين أو سياسيين يجتمعوا ويقرروا أنهم ضد رجل معين وهم لم يلتقوا قبل ذلك، هل جمعهم ماذا؟ حق؟ أعتقد لا، ففينا عقلاء وفينا أكبر منا سنا وتجربة وفينا الشيخ يوسف البدر قادم يحفظه الله، رجل علم ورجل شرع، وأنا أشكر هذه اللفتة الذكية من اللواء سامح جافي الذي أتى بهذا الرجل الفاضل وقدم له دعوة، شكرا سيادة اللواء. أقول هل يمكن أن يجمعنا ضغينة أم وقت الضحك؟ كلا، ولكن أود أن أختلف مع سيادة اللواء المهذب وهذا الجمع الموقر في خلاف فني وليس خلاف جوهري، لانه محترم اكثر من اللازم، ولان الصديق العزيز سياده اللواء المحترم عادل القنا محترم ايضا اكثر من اللازم، فقالوا لي وقالوا يا ناس نرقق الاتهامات وتصبح تساؤلات، اختلف معه واحمل ملفي لاتفق به مع الصديق العزيز احمد جبيلي واقول ما لدي انا فقط بين 6 اقواس كفيل بأن يسحب الجنسية المصرية من المدعو محمد البرادعي المتنكر. ولد الدكتور محمد البرادعي في 17 يونيو 1942. حصل على البكالوريوس على ليسانس الآداب على ليسانس الحقوق سنة 62. حصل على الدكتوراه كما أسلمنا 74. عظيم. دكتوراه ليسانس في الحقوق زينا. وزي الاستاذ العزيز الموقر خالد وزي كتير قوي خالد بيه، ودكتوراه في القانون الدولي العام، يعني الراجل مفسر قوانين، يعني الراجل بيعمل في مجال القانون، يعني الراجل شغلانته لما يروح للوكاله الدوليه للطاقه الذريه يحقق مع موظف مخصوم له 3 ايام، موظف مقدم للعقاب، وهذا هو المنصب الذي ذهب اليه في عام 1982. لكن تعالوا اضحككم بجد من صنع الدكتور البرادعي، واعلم انه يعلم يستظلني اونلاين وانا جاهز، وما ساقوله الان مخاض 5%، تقدمت للسيد النائب العام ببلاغ رسمي يحمل وثائق مؤكده ويحمل اتهامات تامريه فيها، اطالب بسحب الجنسيه المصريه من الدكتور محمد البرادعي بالفصيله المتذكر. لا اقول بانه يصلح او لا يصلح لمنصب سيادي، فالرجل كان كل حلمه ان يشمل منصبا دبلوماسيا رفيعا لا يعلو عن كونه ان يكون وزيرا للخارجيه، وفشل في ذلك.
ثم وكلكم أساتذتنا في السياسة وجهابذة في علوم القيافة وخبراء في علوم المعرفة، أن هناك فرق بين الدبلوماسية والسياسة. الدبلوماسي هو الذي يذهب للتفاوض باسم الرئيس سياديا في حدود الإطار المكلف به قانونا والتفويض الموكل به رسميا. أما السياسي فهو صاحب القرار. فمنذ متى كان الدكتور محمد البلاغي صاحب قرار سياسي؟ المهم، من الذي صنعه أستاذه ومعلمه وولي نعمته هنري كيسنجر. هنري كيسنجر صنعه وأوحى إليه وأوعد إليه أو أصدر إليه أوامره لا تدري بأن يدرس القانون الدولي ويحصل على الدكتوراه فيه. حصل زي ما قلنا 74 على القانون الدولي، على الدكتوراه في القانون الدولي العام، أوصى به السادات خير. ده هنري كيسنجر زكه للسادات. كان عندنا وزير خارجية إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر من 73 ل 77. أنا بعتذر إني ما وجدتش تحية للسادة المستشارين الأفاضل أساتذتنا الذين أيضا أتوا وليس لديهم جريرة ولا خلاف شخصي ولا خلاف على ميراث، لا مع البلدي ولا مع أحد، وإنما جاءوا يبحثون عن الحقيقة. أقول أيها الإخوة، قدم من هنري كيسنجر إلى الرئيس السادات. بعد ذلك أعطاه السادات أو وجهه إلى إسماعيل فهمي لكي يعمل معه. فتواجد في غرفة واحدة مع السيد عمرو موسى وسرب معلومة كانت معلومة خطيرة الحقيقة بيأمرني بالوقت، وأنا طبعا هحوجز بسرعة لأن أنا مرتبط مش منكم يعني، مرتبط مع إن أنا مرتبط رسميا مع السيد النائب العام في بلاد، ومش بقول الوقت يعني عشان نخلص عشانكم يعني، ما في حد من الزملاء. لكن المهم، هذا الرجل بعد أن قدمه للسيد إسماعيل فهمي كانت هناك محادثات السلام في 77، فأصر فكان كيسنجر والسادات يعلمان بهذا الأمر، لا أقول صنعاه ولكن يعلمان به. وطبيعي أن الرئيس السادات لما يقرر يزور القدس هيخبر وزير خارجيته عشان يشتغل. فوزير الخارجية ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا ولم يخبر سره اللي هو إسماعيل فهمي، وإنما هنري كيسنجر أصر إلى الدكتور محمد البلاغي وقال له قول للرئيس السادات بأن إسماعيل فهمي وزير خارجيته قال لك إن الرئيس السادات هيروح القدس. فحدث اتصال تليفون بمحمد البلاغي من رئيس السادات وقال له هذه المعلومة. الرئيس السادات رفع سماعة التليفون الأخرى وقال له يا إسماعيل قدم استقالتك وروح بيتكم ارتاح بقى يا وخرج من الوزارة. الدكتوراه التي يحملها البرادعي لا أقول أنها مشكوك فيها، لكن مشكوك في نزاهتها. رسالة جائزة نوبل التي يحملها أكثر شبهة، لأن جائزة نوبل أصبحت سياسية مسيسة. جائزة نوبل حصل عليها السادات منصفة مع مناحم بيجن، مناحم بيجن صاحب مدرسة البحر البقر اللي دمرها ودمر الأطفال، كفيلة بأن تحدث شبهة غير تقليدية لجائزة نوبل. لما يحصل عليها في 78 منصفة مع مناحم بيجن، لما يحصل عليها في 73 هنري كيسنجر زعيم الصهيونية في العالم منصفة مع الرجل اللي باع في النامي، تبقى فضيحة. لما يحصل عليها باراك أوباما بعد ما أصبح رئيس بأسبوع ولم يفعل شيئا للسلام، تبقى مصيبة سودة. لما يحصل عليها البنات منصفة مع الوكالة الدولية كأجر بمستندات دامغة لموقفه من العراق، تبقى كارثة. سأختم قولي حتى لا يداهمنا الوقت بعبارة بسيطة. جريدة الدستور العزيزة نشرت في 6 نوفمبر 2008 بتقول على لسان الدستور في 6 نوفمبر 2008 مش أنا، بتقول بأن ميرو كوريشون المبعوث الدائم أو المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بأن السيد المتذكر محمد البلاغي أجرى لقاء المؤتمرا صحفيا دون أن تطلب منه الجهة القيادية له اللي هي الأمم المتحدة، ودون أن تطلب منه حتى الولايات المتحدة راعيته وصانعته وصانعة القرار والشرط الأخير في العالم. وقال لوحده متبرع لوجه الله ولوجه إسرائيل، قال إن
سوريا فيها مفاعل نووي يستخدم للاغراض الغير سلميه وبين قوسين العسكريه. وعندي بالمناسبه قدمته نص التقرير شخصيا بتوقيع السيد الدكتور محمد البلاوي، وبيقول بان هذا المفاعل يستخدم، وانا يعني وجه المعلومه خصيصا لاسرائيل مباشره زي ما ضربت المفاعل النووي في سنه 1980 في التويته في العراق، ذهبت الموساد وايضا بست طائرات على السطح وضربت المفاعل النووي مباشره في 2007 المفاعل النووي السوري. وزي ما قال اخويا حسن ترك وزي بشهاده وفقا لشهاده السيد يسرى مشادي بان اصلا كان مفاعلا سلميا. فهذا الرجل يعمل ضد مصر، فكيف يحكم مصر وهو قال ان بها يرنم على الخطوبه؟ وكيف لا يحكم اسرائيل اصلا افضل له التي قال عنها بان المفاعل النووي الاسرائيلي غامض، ثم بعد ان خرج الى المعاش في 2009 قال المفاعل النووي الاسرائيلي رهيب، ده عندهم 33,000 راس نووي. نعم بقيت دلوقتي بتتكلم بالارقام، المساله خطيره، القضيه غير طبيعيه. انا شخصيا احمل الكثير والكثير نظرا لانني استهلكت كثيرا من الوقت رغم ان احنا انتظرنا اضعاف هذا الوقت حتى نلتقي بكم. كل التحيه، نحن نعمل، نحن نجتهد، نحن نكافح من اجل هذا البلد ونقدم له الكثير والكثير. انا بشكركم مش بس لاني مرشح لانتخابات رئاسه الجمهوريه، مش بس لان انا اعددت برنامجا انتخابيا كبيرا او صغيرا، لكن بشكركم لاننا في هذا المكان وسط هذه الصفوه المحترمه التي تقدر مصر والتي تعمل من اجلها. واسمحوا لي رغم خلاف الشديد سياسيا مع الرئيس مبارك اقول له الف حمد لله على سلامتك يا ريس بعودتك الى ارض الوطن. انت اب لي من 30 سنه، انت اب لمصر من 30 سنه، واهلا بحضرتك كما افسحت لنا مجالا لان ننافسك على الرئاسه في انتخابات 2011. كل الشكر، بعتذر لحضراتكم على هذا الوقت. شكرا، شكرا جزيلا، اشكركم. الرجل الفاضل والصوت الحر الاستاذ انيس الدغيري.
ثانية بقى مقبولة بقى. في يوم من الأيام أنا جوز خالة مراتي الله يرحمه بدوي حمود اللي كان رئيس كان وزير عدل. عبد العدل. أيوه أيوه. رئيس المحكمة الاستئناف. كان في بنت وعلى فضيل بتاع أول كان وزير عدل فأول ما السادات اتولى لقيته كان كنا معزومين عند حماتي. بعد حسني؟ بعد أحمد حسني. نعم. فقال لي غاب قلت له يا عم غير كلمه وعايزين نتغدى خليتهم بقى انا كنت عند حبيبي قلت له حبيبي مين؟ قال لي السادات قلت له خير قال لي ده كان في موضوع ابن كلب قوي فيه قال لي انا كنت هناك انا والمستشار انور حبيب كان رئيس بلد المظالم وخالد عبد الناصر واحده ست كانت ممرضه في مستشفى مصر عاشور ومعاها ابنها ابنها ده اسمه مؤمن كويس مؤمن ده قال طلع ان جمال عبد الناصر بعد الثوره مهمت جات له الزايده جات له الزايده فدخل مستشفى مدن العنصر بيعمل الزايده علق مع الممرضه خلف منها الولد مين مؤمن شبهه برضه كويس معرفش بقى وايه؟ لما بيقول الكلام ده بدوي ولا عبد الحليم؟ بدوي مش خدت مراته صحيح وكتب لها عقد عرفي وجه السادات قال له يا خالد دي اخوك ابن ابوك وله كافه الحقوق يا سلام الحاسه دي حصلت سنه 52 عبد الناصر مات سنه كام؟ 70 يعني الولد عنده 18 سنه على طلب صحيح صحيح كويس أنا حبيت عن الولد لا كانت حاسة يعني حاجة بقى بدأوا أدوا كل حد قالت لي السادات قلت له أنا بقيت من المعارضة لا هي معاها قلت له قلت له قلت له كلام رحت جاي لمين؟ قال لك إيه جمال بدر والله يرحمه قال الراجل كلمت جمال بدر الله يرحمه كان صاحبي كان رئيس الحي يا ما ترحمه قلت له يا جمال حصل كذا 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 دلوقتي عندك المستشار محمد ابو علم بيكتب عندك الورد وانا بشوفه صديق بدر حموده وصديق لامر حبيب قبل ما حد منهم يموت انا عايز اوثق الحكايه دي لان انا قلتها في يوم من الايام حاولوا انت كذاب وما قالش انت معاه اسمه لا قال لي يوم اثنين ثلاثة غاب مات بدر حمودة ومات أنور حبيب ومات جمال بدر أنا لو قلت الحكاية دي دلوقتي بدر حبيب الواد مؤمن 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 غير مؤمن إيه بقى؟ مؤمن جمال عبد الناصر يعني أنا مكتوب كده مكتوب من أنا عارف بقى مكتوب في الشهادة إيه اللي حصل جمال عبد الناصر الله رسالة جاب خالد عبد الناصر قال ده أخوك ابن أبوك الله يرحمه يرحمه الله ويبقى نكبة أخوك وخليل في عينيه
ليبيا الى الحج، وعلى الدول التي بتمر عليها الطائرات الليبية من اليوم تحدد موقفها، لان ستكون هناك مشكلة حقيقية ستفضح هذه الدول امام الامة الاسلامية. لا نسمح بالمهزلة تستمر. هذه مهزلة، مهزلة منع الشعب الليبي من اداء فريضة الحج بامر من امريكا وبريطانيا وفرنسا. قرارات الدول المسيحية تمنع المسلمين من اداء فريضة الحج. احنا لا نعترف بهذا القرار.
هذا مش معقول.